في كل عصور الأمة صحيح، لكن نحن الآن نحتاج إلى التجديد في المناهج والمؤلفات، فهذا أهم ما يحتاج الناس إليه. فمثلا الأمة في كل عصر من العصور ألفت عددا من المؤلفات في تفسير كتاب الله. نحن الآن عندنا تفسير الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري توفي سنة 310 من الهجرة، وتفسير أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي توفي سنة 303 من الهجرة، وتفسير أبي حاتم الرازي توفي سنة 327 من الهجرة، وبعد ذلك التفاسير المختلفة في كل عصر. لم يغني أي تفسير في أي عصر من العصور من بعده عن الكتابة في التفسير، فلذلك نحتاج الآن إلى تفاسير القرآن بلغة أهل هذا العصر. والقرآن لا تنقضي عجائبه، وأهل كل عصر يرزقهم الله به فهما لم يكن لدى من سبق. ولذلك في الصحيح من حديث أبي محمد السوائي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنهم سألوه هل عندكم شيء تقرؤونه غير كتاب الله؟ قال والذي فطر النسمة والبراء الحبر، ما عندنا شيء نقرأه غير كتاب الله إلا فهمنا آتاه الله رجلا في كتابه هنا في هذه الصحيفة، فأخرج صحيفة من قرام سيفه فإذا فيها العقل وكاف الأسير ولا يقتل المسلم بكافه إلى آخر الحديث. الآن بعض المؤلفات التي ندرسها وما زالت تدرس إلى الآن في المجال الفقهي فيها بعض الأمثلة التي لم تعد صالحة للعصر. نحن عندنا في المذهب المالكي المعتمد إلى الآن مختصر خليل رحمة الله عليه، أحد الشارحين القدماء قبل أربعة قرون من الآن كان يشرح مختصر خليل، فلما وصل إلى باب شكر وصل إلى قول خليل رحمه الله وجاز لذي طيرين ولذي طيرتين أن يشتركا في الجراح، فكسر أقلامه وقال رحم الله هذا الشيخ ما زال يتتبع من المسائل الجزئية حتى أدخلنا في شركة الجراح. فكثير من الأمثلة التي كانت تصلح لزمان مضى لم تعد صالحة الآن لحالنا، والفقه الآن مقرراته فيها كثير بما يتعلق بالتراث وأمر قد انقضى، قضية الفقه، قضايا الجزية، قضايا معينة لم تعد في ما يعيشه الناس من الواقع. فتجديد المقررات أيضا سواء كانت في الفقه أو في الأصول أو في التفسير، وكذلك في الحديث بدأت في زماننا هذا نهضة تجديدية علمية. الشيخ ذكر الشيخ ولي الله الدهلوي رحمة الله عليه، نعم كان مجددا للحديث، لكن في زماننا كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه فيما يتعلق بالتخريج والحكم على الأسانيد أتى بثورة جديدة حقيقة. هذه الثورة جدد فيها في بعض الكتب المستندة المعتمدة، وعندنا مراجع معتمدة مثل كتب السنن مثلا، الصحيحان لا داعي لمراجعة ما فيهما فقد أجمعت الأمة على صحة ما فيهما، وكذلك الموطأ ما ورد فيه من المرفوعات أيضا تجاوز القنطرة. لكن السنن مثلا الألباني ألف لكل سنن كتابين صحيح، سنن أبي داود ضعيف، سنن أبي داود صحيح، سنن الترمذي ضعيف، سنن الترمذي. أصلا هؤلاء المؤلفون رحمة الله عليهم لم يشترطوا صحة، وذكروا ما هو واصح التلميذ رحمة الله عليه كان يحكم على الأحاديث، والنسائي كذلك يذكر علل الأحاديث وما ورد من الاختلاف بها، باب الاختلاف به على خالد بن الحذاء، باب الاختلاف به على زيد بن حباب، يذكر الاختلاف بالأساليب بعد ذكر الحديث. نحن اليوم محتاجون إلى تنقية ومؤلفات جديدة في مجال الفقه وفي مجال التفسير وفي مجال الحديث. في مجال التفسير مثلا ألف معاصرون أيضا مؤلفات لا شك أن فيها تجديد واضح جدا، مثل في ظلال القرآن لسيد قطب، مثل أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشقيطي، مثل التفسير السعدي، هذه فيها مؤلفات جديدة فيها فوائد. الآن في المغرب مؤسسة كبيرة اسمها مركز مبدع تقوم على جمع التفاسير مرتبة بحسب وفيات أصحابها. الآن تقريبا 100 تفسير جمعوها بديسك واحد مرتبة، كل مقطع ترجم فيه إلى 100 تفسير مرتبة على وفيات أصحابها، وهذا النوع نحتاج إليه. نحن عندنا الآن الدكتور محمد بلوز موجود معنا متخصص في الإحصاء الفقهي، إحصاء المسائل، هذا أيضا يحتاج الناس إليه كثيرا، تطبيق العلوم الحديثة تطبيقها على الفقه يحتاج إليه كثيرا. لشان الشيخ ربنا لقضية المجال المالي الإسلامي وهذه المجالات الحيوية اليوم التي يحتاج الناس إليها كثيرا، لا بد فيه من تجديد.
هذا جانب من جوانب التجديد التي لا غبار عليها ولا اشكال فيها. نعم يتطرق اليها بعضهم وليس لها، وهذا كبار الشيخ الشريف حسن العلبي الكلام فيه، فان كثيرا من المدعين والمتطاولين ليسوا اهلا لهذا الامر، وقد قال ابو العلاء المعري: ارى الحق اتكبر ان تصادى بعامل وتطيق له عنادا. ليسوا اهلا لهذا التجديد ولا ينبغي ان يتطرقوا اليه. واقول قول هذا السلام عليكم. جزاك الله خير. جزاك الله خير. اخواني المشاهدين والمشاهدات، لعل الوقت